هل تعلم أن العصاة إن اجتمعوا لا يلوم بعضهم بعضا على معصية الله بل على عدم التفنن في أداء المعصية؟ قالت امرأة العزيز، ماذا قالت؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. لام النسوة امرأة العزيز بعدها وقعنهن فيما لمنها فيه. وعليه، لوم الناس وقت فراغك قد يكون سببا لابتلائك، فانتبه. ولاحظوا أحبتي مسألة مهمة، أن العصاة لا يلوم بعضهم بعضا على معصية الله، لا، وإنما على عدم التفنن والإتقان في أداء المعصية، والعياذ بالله.